رأي حضرتك على أبرز المشكلات أو ملاحظاتك الفنية على هذه الكرة؟ يعني عايزين بس الأول نتفق على حاجة. جمهور الأهلي أو المصريين حقهم إن يزعلوا، حقهم إن تزعلوا أكيد أكيد، إنما دايما لما بنزعل ما نخليش غضبنا يسبقنا، لأن الغضب لما بيسبق هيخليني أخد أنا أبتدي أقول حاجات مش مظبوطة. في كرة القدم يعني أنا، وده ليس لا مبرر ولا 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 بسوء حدث، في أخطاء حصلت، في أخطاء حصلت، المدير الفني أخطأ، وجهة نظره إيه؟ ما هي كرة القدم فيها وجهة نظر كتير، ممكن كان عنده وجهة نظر وما قدروش ينفذوها، في أخطاء، في أخطاء. هل يمكن يبقى في 11 لاعب في الفرقة كلهم يقعوا مرة واحدة؟ آه تحصل وحصلت، حصلت كتير يعني، خدت بالك؟ وأنا هنا برضو مش عشان أجد مبرر ولا أجد حاجة، إحنا أمام حاجة. طيب المهم لما بيحصل ده، هي دي هزيمة ولا انهيار؟ يعني ده ماتش كورة في الآخر، وانا هضرب الامثله بامثله كثيره جدا، بس عشان دايما لما نزعل ما نتمداش في زعلنا. هل يمكن ان حد هيتصور ان كان مثلا ممكن لاعب يتكاسل او بيعمل او كده؟ مليون في الميه بشك ان ما فيش حاجه من دي خالص. سهم الله نزل عليهم، سهم الله نزل عليهم وعلى المدرب وعلى الجهاز الفني وعلى كلهم، لان كان يمكن ان انا حتى لو المدرب سرح ولا حاجه حد ينبههم، ما نقفل نلعب والله زمان يا سلاحي بتاعت زمان بتاعتنا، ان نقف وخلاص بقى، ان انا اقضيها كده نقفل بقى نقفل يعني ايا كانت الامور. هذا ما حدث.